ونبقى مشاهدين في لبنان بس مع أزمة على جبهة أخرى. فوزيرة الأعمال أو الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد وجهت كتاب لوزير الخارجية والمغتربين، طلبت في دعوة سفير مصر في لبنان للاحتجاج على عنوان ورد في صحيفة اليوم السابع المصرية. طيب اليوم السابع كانت نشرت على موقعها الخبر التالي عن إقبال اللبنانيين على شراء المواد الغذائية، فقبل الإقفال العام اللي بتدرسه السلطة اللبنانية، وعنوان خبر اليوم السابع كان اللبنانيين يتكالبون على متاجر الأغذية. العنوان اعتبر مسيء بحق الشعب اللبناني، والوزيرة طلبت استدعاء السفير للاحتجاج واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكراره. الصحيفة وبعد الجدل اللي أثير غيرت عنوان الخبر من اللبنانيين يتكالبون للبنانيين يتزاحمون على متاجر الأغذية. ومو بس كده، فالصحيفة أيضا نشرت اعتذار على موقعها وقالت إنها صححت العنوان اللي وصفته بغير الموفق، وقالت كمان إنها نقلته من إحدى الوكالات وإنها بتتحمل المسؤولية الأدبية لهذا النقل. وقال بيان اليوم السابع إنه إحدى الوكالات نشرت خبرا عن الزحام واستخدمت في عنوانها كلمة عربية بتعبر عن الزحام، ورغم أصول الكلمة ورسوخها معجميا لكنها كمان، خلينا نكون واضحين، أثارت الضيق في نفوس الأشقاء بلبنان، وهو ما دفعنا لتصحيح الخطأ والاعتذار فوراً.